سيدة فاضلة ذات علم ذات خلق ذات دين، عالمة عابدة فاضلة خيرة، تعلمت على أيدي فقهاء وعلماء، وعرفت بالفضل والصدقات وحب المساكين وكثرة تلاوة القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بضيفتي اليوم من موسوعة أعلام اليمن، قادمة من محافظة الجوف. هذه سيدة فاضلة ذات علم ذات خلق ذات دين مشهورة، عاشت في القرن العاشر الهجري 16 الميلادي، عالمة عابدة فاضلة خيرة. اسمها مريم بنت عبد الله بن أحمد ابن محبوب الحديمي. عاشت كل حياتها في الجوف، وتعلمت على أيدي فقهاء وعلماء. تزوجها العلامة الأمير عبد الله بن الحسين بن الحمزي، فأنجبت له الأميرين الحسين ومحمد، وعرفت بالفضل والصدقات وحب المساكين وكثرة تلاوة القرآن. كان الناس يتبركون بدعواتها لله عز وجل. اطلعت على ترجمتها في معجم النساء اليمنيات. توفيت رحمها الله سنة 920 هجرية 1514 ميلادية، فأهلا بها من الجوف، وأهلا بكل الصالحات الضيفات القادمات، وإلى لقاء مع ضيف آخر إن شاء الله.